جميع دول الخليج انا متاكد ان اشارك البطوله من اجل افراح الكويت. الشيء الثاني البطوله هذه تحديدا وقد يزعل مني البعض اذا قلت الكلمه ان راح نرتاح نوعا ما احنا كاعلاميين من بعض التصريحات الغير مسؤوله اللي كان يطلقها بعض القاده خاصه عندنا في الكويت بدون ذكر اسماء. نوعا ما هذا يعني الامور راح تريحنا يعني بين قوسين احيانا سياسه خالف تعرف اللي دائما تاخذونها في جميع البطولات حضرون يجلسون في اللوبي ويجمعون عندهم القنوات واطلاق بعض التصاريح اللي قد تسبب مشاكل فيما بعد. النسخه هذه تختلف عنها ابد الحمد لله. انا يعني ما راح نشوف مثل التصريحات الغير مسؤوله نقول او اللي كان يهدف من وراها الى امر ما. طيب ظهور البطوله في هالوقت القصير جدا يعتبر انجاز بالنسبه لكم شوف انا لا اشك كتنظيم كاعداد تجهيز لا اشكك في قدره الشباب الكويت في تنظيم البطوله وانا احد الجنود اللي موجودين الان لخدمه هذه البطوله وخدمه ضيوف هذه البطوله. انت لو تشوف شلون الشغل خبندر خليه نحل تبارك الرحمن تخيل يعني وشاهدتي فيه مجروحه دكتور احمد فليطح يطلع من استاد جابر الساعه 4 الفجر يروح ينام ساعتين وثم الساعه 9 الصباح تلقاه في موجود في مكتبه. فخليه نحل موجوده الان الكل قاعد شغال وتعليمات سامي من سموه حتى الميزانيه العامه للبطوله خصصها سمو الامير حفظ الله ورعاه الشيخ صباح احمد من جيبه الخاص. انا عارف ان احيانا الاجراءات الحكوميه تطول كتابنا وكتابكم تاخذ لها دوره كبيره ولكن سرعه اتخاذ القرار في هذه البطوله باذن الله هذا راح يكون احد علامات نجاح هذه البطوله طبعا بوجودكم جميعا وتشريفنا فيكم وهذا البلد بلدكم ما في اي ثلاث مرات اتمنى.